كيفكن؟ اليوم رجعتلكن بفيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم رح لعب لعبة بيكي اكستي، واليوم جايز رح اعمل مقلب كثير كثير بجنن اخيرا. وبس رح تشوفوا معي المقلب بعد شوي عشان يكتبوا مع الفيديو الاخر. المهم بس طبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة كمان حطوا لايك لهذا الفيديو، وبس بحبكن كثير. كمان فوتوا على سيرفر ديسكورد تبعي، حتلاقوه تحت بصندوق الوصف، وكمان رابط انستغرامي وتيك توك تبعي الجديد. وبس بحبكم كثير. تعال خلي انه اوب او ماي جاد او ماي جاد صوت. المهم وبس تعال خلي هلا انه نبلش، وكمان تابعوني على يوني عشانكم تعرفوا انه ايش رح نزل فيديوهات جايه، كمان كثير صور من الكواليس تبع القصص تبعي وكل شيء. المهم فرجيكم شو اسمي ورقمي. اوكي يلا 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 عشان ما اطول عليكم كثير مقدمة. يلا يلا. طبعا اسمي اسراء جيمر، رقم 000، بس بدي افرجيكم يعني. فطبعا عليكم هذا هو اسراء جيمر هاشتاج 000. وبس بحبكم. هلا طبعا خلي انه نبلش هذا الفيديو، ليتس جو. بس طبعا بدلت لبستي، بس يلا عادي رجعت هذا الشعر. على فكرة خبروني شو اكثر شعر بتحبوه اللي انا بلبسه. هل الشعر العادي هاد العادي، او ماي جاد لا، هاد العادي، ولا الشعر القصير، ولا الشعر الطويل كثير هاد؟ فاكتبوا لي بالتعليقات شو هو اكثر شعر بتحبوه اللي بدكم اضل فيه بالهالوين. او ماي جاد كثير متحمسة تحدي الهالوين. المهم فبمناسبة انه الهالوين قرب، فراح اعمل جايز المقلب تبع انه رح اتحول جايز لزومبي، ورح ارعب جميع الاشخاص اللي في بيك اكس دي. كثير متحمسة، فراح يصير كانه هجوم زومبي. ياي. فاول انا شفت كثير صور تبع هيك الزومبيز اللي الناس بيتحولوا لإله. على فكرة الزومبي مو حقيقي يعني. المهم يعني شفت صور من اشخاص كيف عم تتحول لزومبي يعني، بس عرفت انه يعني الهالوين اللي بنحتفل فيه، يعني انا ما بحتفل فيه، انا ما بحتفل فيه جايز ابدا بالواقع، بس يعني الاشخاص اللي بتحتفل فيه بيحتفلوا جايز وبيتحولوا لاشخاص اللي هن بدهم، مثلا بيتحولوا لشخصيات مرعبه عرفتوا، مثلا جايز بلاك بينك السنه الماضيه مثلا جيسو تحولت لليسا، يعني تتحول لاي شخص بدك. ف ومثلا ليسا تحولت للدميه تبع لعبه الحبار عرفتوا، فزيك نتحول لشخصيات. فانا جايز رح اتحول لزومبي. ياي. المهم فليتس جو جايز نعمل تبع الزومبي. طبعا في هاد اللي كثير بيرعب، في هاد اللي ما بيرعب، فانا رح اعمل اللي بيرعب. ياي. لانه بدي العب الناس. وهو ويح نلبس اكيد لبس زومبي. طبعا بيك اكس تي اوريدي عملوا لنا ملابس زومبي، بس ايش البس، هذا ولا هذا؟ اعتقد هذا لانه بيرعب اكثر. اوكي بالنسبة للبنطلون صراحة ما بعرف شو بنطلون اللي بدي اعمل، بس يلا نشوف. او ماي جاد ايش موجود ايش موجود. اوكي هاد اه في كمان تنوري تبع البنات، بس لا انا حتحول لهذا العادي وبدون ولا يعني ولا اشي هون من تبع الجلوفز يعني تبع القفازات. ما حلبس ولا قفازة، او في قفازة تمام حلبس هاي القفازة. اوه تمام اعتقد خلص، هلا صرت زومبي. واو هلا جايز لازم نتدرب على الحركات تبع الزومبي وايش رح نعمل، شو هي الخطة. اوكي ليتس جو. فالخطة جايز اني رح اعمل نفسي اونلاين، ورح احاول اني اروح يعني اجمع اكبر عدد من الاشخاص، وبعدين راح اصير يعني بعمل هاي الحركة هاي، لان هاي الحركة تبع الزومبي لكم. اوكي خلينا نبحث عن حركات تبع الزومبي كمان، يعني حركات اللي بقدر اعملها عشان ارعب الناس. اوكي هاي هاي كمان هاي هاي كمان. تمام شو كمان؟ هاي يب اعتقد هاي وهاي. اوكي وهاي يلا. اوكي فهلا جايز رح احفظ اللبسة عشان انا يعني بالاول هيك رح اكون شخص طبيعي، فجأة رح اتحول لهاي الشخصية تبع الزومبي. يلا نتحول لشخصيتي العادية، ورح افتح عالم خاص
بس ما حفتح عالم خاص، حأعمل نفسي أونلاين وحأخلي أي شخص يفوت على العالم عشان إنه يجمعوا كثير أشخاص، يعني بس متابعين عرفتوا، فعشان ما يصير يعني لو فتحت بس هلأ إني أونلاين فرح يجوا أشخاص، يعني هو already السيرفر يعني مملوء فرح يرجع يعني متلأ أكثر، بالتالي يعني ما أعرف فاهمين عليه بس المهم، فبتمنى تكونوا فاهمين على الفكرة. المهم وهلأ رح أعمل نفسي أونلاين، أوكي مقعد هلا حتى لو عملت نفسي اونلاين فالمتابعين ما راح يقدروا انهم يجون او اصدقائي ما راح يقدروا انهم يجون، عشان هيك لازم افتح العالم لانه العالم خاص انا الوحيده اللي بقدر افوت له الاشخاص اللي بعمل لهم انفيتيشن، عشان هيك خلي جايز اول شيء ابلش اعمل انفيتيشن للاشخاص يلا اوكي، وبعدين حفتح العالم وبعدين نستنى الناس تجي اوكي. فاول شيء رح اكون انه عادي عم برقص ورح العب مع الناس وهيك، وبعدين جايز رح اتحول لزومبي. او ماي جاد، اول شيء خلي اسكر بيتي عشان جايز انه يعني ما حد يفوت على بيتي، انه الكل بس يجي عندي اوكي. وقري عبون، هاي ليسا، هاي اليف او يندا، هاي شو اسمها، هاي هنشوف لونو كتير كيوت كمان، هاي اوكسيوس اوكي، هاي 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 اوكي لازم نقعد اشخاص اكثر عشان هيك احس انه يجي اشخاص اكثر اكثر اكثر، يلا نستنى يلا 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 اوكي يلا 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 نستنى انه اوه عملت ايموجي غلط اوكي، بدي اعمل هذا تبع وجه النجوم بس عملت هذا بالغلط، ياي بقول نايس تو ميت يو. طب بعدين جايز انا هلا اني لك عم برقص وهيك رح بتقول نايس تو ميت يو رح لها يوتيوب، بس جايز هلا رح تحول للزومبي مي تو يوتيوب، اوه بدي اقول يوتيوب بس هلا ياي، بس هلا ايكو جايز ايش رح يصير، رح اتحول لزومبي ورح اصير الحقهم. وليكو اول رياكشن هاي اللي اسمها ليسا انجعبت وليكو عم تركض وعم تبكي ويت الزومبي الزومبي بيلحق الناس ما بعرف، هي عم تضحكي ياي انا الزومبي واو، ليش ليش الناس ما انها خايفه، خلي نعض هاي ناكلها نم 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 نم. المفروض اي شخص قرب لا او المسه يتحول لزومبي، انه هيك جايز بيقولوا بيكون يعني بالافلام تبع الزومبيز وهيك ريح صوتي جايز بس ما علينا، ليكو انا صاير الزومبي ياي شوفوا جايز او ماي جاد، لكو هاي عم تبكي لا عم تبكي عشان انا زومبي، لا ما تبكي اوكي بدي احضنها وهيك بالله بعمل هيك قلوب بس لك هاي وحده اجت جديده لكو جايه اقول لكو او الكل عم يبكي مو ها 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 ها. ياي انا الزومبي ياي، خلينا ناكل هاي كوكي اوكي مو ها 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 كثير أشخاص بس ما أنا مرعبين ما أنا ما نرعب، وشوفوا شوفوا كم في أشخاص واو كثير حلو، هاي منورين كلكم السيرفر، لو أنتوا جايز طلعتوا بالفيديو اكتبوا لي بالتعليقات لأنه جايز أنا بقبل كثير أشخاص باللعبة سبيك إكس دي، ليكو لدرجة إنه ما صار عندي ولا طلب صداع، خليني أفرجيكم خليني افرجيكم افرجيكم جايز يلا على فكرة جايز كان لكم ما عندي ولا طلب صداع، هاي واحدة انا عملت لها طلب صداع بس لكم ما عندي ولا طلب صداع، يعني الكل مصادقتهم في بيك اكس دي، انت عم تاخد سيلفي رح اكسر جوالك مو ها ها لكم جايز عم باكل جوالي اختفى مو ها 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 وا يلا اكلكم خلاص اكلتهم او ماي جاد خلاص هلا ارجع لاسرع العاديه او خلي اضل زومبي جايز، حبيت نفسي كزومبي ياي. المهم بس هيك طبعا جايز رح نخلص هذا الفيديو، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناه واحد لايك لهذا الفيديو، وبس بحبكم كثير عجبكم جايز هذا المقلب فرح اعمل منهم كثير واكثر واكثر، وعم فكر جايز على فكره اني اعمل حفله تبع الهالوين، يعني رح كانه رح تكون يعني حفله تنكريه، فكل واحد منكم لازم انه يلبس لبسه مثلا على شكل هالوين، يعني تتحولوا لاي شخصيه انتم بتكون سواء
مرعبة ولا لا، ونعمل هيك حفلة. فاكتبوا لي شو رأيكم جايز بالفكرة بالتعليقات، وكمان بدي أعملكم قصة وكثير أشخاص كثير أشياء جايز جاية بالهالوين، فترقبوا. وبس بحبكم كثير، كمان حطوا لايك واشتركوا بالقناة، وكمان أهم شي فعلوا زر الجرس عشان يصلكم أي فيديو عم نزله. كمان جايز شاركوا قناتي مع كل أصحابكم عشان نوصل ل 200,000 مشترك بأسرع وقت. اعملوا لي فولو على على التيك توك الجديد تبعي، حتلاقوه بصندوق الوصف، وكل شي جايز بصندوق الوصف. وبس بحبكم، وهلأ جايز افتحوا صندوق الوصف واشتركوا بقناتي الثانية وكل شي، وانستغرامي وتيك توك. وبس بحبكم، وباي.